بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا وحبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنا. بنبارك لكل الامهات اللي جابوا اطفال ونتمنى لهم ان شاء الله حياه سعيده معاهم ويكبروا ويتهنوا بهم. تحميم الطفل او خلينا نقول لما نبدا عمليه تنظيف الطفل في المرحله الاولى يمكن نختلف من ام لاخرى، لكن اول ما نبدا في عمليه الاستحمام بالمويه خلاص كده ويبقى بالصابون، المساله بتبقى صعبه على بعض الامهات خاصه الامهات الجدد. كيف ممكن احنا الطريقه الصحيحه والسليمه للعنايه بالطفل وبشرته وبالتاكيد تحميمه من غير ما نعمل له اي مشاكل في جسمه؟ ده هيكون موضوعنا اليوم، هنتكلم فيه مع دكتور علي عربي استشاري طب الاطفال وصحه الطفوله، هيشرفنا بعد شوية في الاستديو. أهلا بك. بيت الهنا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، ووصل لصالون بيت الهنا دكتور علي عربي استشاري طب الأطفال وصحة الطفولة. أهلا ومرحبا بك دكتور، شرفتنا في بيت الهنا. أهلا ومرحبا، شرفنا كثير. احنا طبعا بنبارك لكل الامهات وبنقول لهم ان شاء الله ربنا يبارك لكم في اولادكم الجداد اللي ولدوهم. الام الاولى او هي خلينا نقول الام لاول مره بتكون عندها قلق شديد لعمليه تحميم الطفل، فبتخاف كده، بتقول انه زي اللحم الصغيره ولا العصفوره الصغيره ممكن يده تتفك في يدي. ففي بعض الحاجات اللي احنا عايزين نوريها لها من ناحيه طبيه ومن ناحيه ايضا التعامل بشكل كتمرين، انه كيف هي ممكن تتعامل مع الطفل من ناحيه نظافته. طبعا هم الطفل الرضيع بيحتاج لتحميم، طبعا لانه حمام هو يعني يقول لك المثل دخول الحمام زي ما نخرج منه، صح. طبعا بيجدد الدوره الدمويه، بينظف الطفل، والطفل بيحتاج له، بيحتاج له كثير جدا جدا. فهي خاصة في السودان بالجو الصعب اللي احنا فيه ده. ايوه. بيحتاج له. معظم الامهات طبعا مرات امهات كاريات يكون يعني بيقروا في المجلات ويشوفوا المسلسلات، لكن ما بيقروا عن استحمام الاطفال، كيف الطفل حموم يعني بيقولوا اي حاجه ما عدا الحاجه بتخص اطفالهم، يفتكرون القصه دي ممكن بالفطره بتتم وما عندها قواعد. بقى الزمان ده اي حاجه عندها قواعد، يعني الحمام عنده قواعد ونظافه الاطفال عندها قواعد، ولا بد ان هي تعرف القصه كويس، لانه مرات هي بعض الاشياء دي اذا ما اتعملت بطريقه صح ممكن تضر الطفل، ما تصلح. احنا هنعرف الحاجات اللي لها علاقه طبعا بصحه الطفل واذا ممكن تضره ولا لا. اول ما يتولد لغايه الصوره ما تقع، هل ينفع انه نحميه في باني ولا لابد بانه تنشف مره واحده بعد ذاك يتم استحمامه في الباني العادي؟ هو طبعا ممكن، هو طبعا الحمام ممكن يتحموه، لكن منطقه الصوره ما يهبشوها. في بعض الامهات بيستعملوا القطن، يعني القطن بالصابون بالمويه ببللوه او زي ليفه صغيره يمسحوا بها الطفل وينظفوه بطريقه كويسه ويبعدوا من الصوره، لان الصوره ذاتها لو خدت فيها اي مواد زي الصابون وكذا ممكن تهيج ويحصل فيها التهابات ومشاكل زي دي. وما بتنشف افتكر كمان، يعني هي بتنشف طبعا في هي طبعا هي لما تكون ليله ما بتنشف، لكن لما تكون تعرض للهواء بتنشف، وده بتنتج عاده في 7 أيام 10 أيام ممكن تقع الصوره وكده، بعد ذلك الطفل ممكن يحموه عادي. يعني منطقة الصورة تحديدا بتحتاج لها لنظافة أول ما تقع ولا بنخليها برضو كم يوم وبعد كده عادي بيتم استحمامه بشكل طبيعي؟ وأحسن حاجة للصورة إنها هي تجيب برا وتقع برا، لأن دخلنا لأشياء كثيرة مرات لموية ما نظيفة، يعني أشياء مرات بيولد فيها التهابات. في ناس بيعملوا الزيت، يعني الزيت غلط، والزيت والسبيرتو وال أيوة. والحياة دي كلها غلط، لأنه الصورة لما تكون لينة، قلنا أي حاجة لينة هي عرضة للتهابات، والصورة لما تلتهب هي ممكن تعمل تقرح وتعفن، لأن هي جلد ميت، والجلد الميت هو البكتيريا بتتكاثر فيه أكثر، وخاصة إذا كان هو لين، يعني لين تتعفن وممكن يحصل فيها التهاب في الصورة، ممكن يحصل بعد ذلك تسمم دموي للطفل ويحصل التهاب في الدم، ممكن تتعرض حياة الطفل للخطر. عشان كده يعني الصورة دي حق الناس تعاملوا على تعامل مختلف. يعني نعم، اول ما تقع الصوره قلنا هنقعد نعمل ان شاء الله عمليه استحمام بالنسبه للطفل. احنا مجهزين لكم قصه فايزه هي عندها يعني الطريقه الصحيحه والمثلى لاستحمام الاطفال، تعالوا نشوف بتعمل شنو. تفضل. بتنظف في الحمام، اول شيء بجيب الطفل بشوفه اكشف عليه في الاول، اتاكد منه كشف يعني من راسه لكر عينه واشوف الحاصل شنو، راسه ما يكون فيه قشور ولا يكون عنده التهابات، واثنين ما يكون فيه التهاب، ومناخيره ما يكون عنده جبهه انفيه، ما يكون عنده التهاب في سنه في خشمه وكده، ورقبته يعني اكشف عليه كشف عام
يتأكد على انه ممكن يتحمل الحمام، حتى ظهره ومستقبله وكل شيء. بعد ذلك بيجي اجيب الطفل ويلا اقعد في الكرسي يكون مويتي الدافية، اخذته في كراعيني بعد ما اتاكدت منه. اقوم اجيب الصابون حقي واغسل يديني اول شيء، بعد اغسل يديني بقوم اشيل ملح الطعام، انظف له عيونه في الاول، اتاكد انه عيونه ما فيها التهاب ما في اشياء، انظفه، انظف مناخيره، انظف خشمه، انظف وشه. بعد ذلك امسكه وارغي الصابون على راسه، برغي الصابون بيت جنبه وكلها فوق تحت البشكير، يعني ما بكشفه للهواء، بكون انا قفلت البيت وقفلت اي حاجه، ما بخلي ممر هواء اطلاقا. بقوم يعني اصبنه واللي هو تحت البشكير بالجنب اليمين وبالجنب الشمال، ويكون ملفوف طوالي، واقلبه بظهره وكذا وكذا. بعد ما اخلص من كل التصبين انزله طوالي في الحوض، واكون انا ماسكاه على يدي الشمال على اكتافه وانزله في الحوض، واغمصمصه من المويه من الصابون. بعد ما انتهي من مصمص الصابون بكون انا افير بيدي الثانيه البشكير، افير بشكير جاف اخذته في كرعيني، اشيل الطفل طوالي عليه واخذته فيه، ابتدى اجفف، يعني راسه بكون جففته من الاول، اما الجسم ببتدى اجفف بالجنب اليمين وبالجنب الشمال. بمجرد ما انتهي من التجفيف بتاعه تماما وابتدي انظف السره، اتاكد منها انها لفها بالزبيرتو، اعمل لها نظافه بالزبيرتو كويس جدا جدا، اعمل له قدره بتاع بيبي في عطينه هنا وفي كل الملايين بتاعته، اعمل له عشان ما يحصل له شيء. بعد ذلك بقوم اخذ البامبس في كفه يدي اليمين بنزله له وتحته، بعد ما اقفل البامبس حتى اجي البسه من فوق. بعد كده بقوم بلفه بالبشكير لفه كويسه جدا، اتاكد انها لفته تماما بعد ما يتلف، لانه الفه لمن لغايه ما انه ممكن اجدعه البشكير ما يتفكه. بعد ذاك اقوم اجي لامه واخليها تعمل لي الحمام ده بصوره مستمره. نشكرك كثير فايزة، ونشكر الطريقة اللي انت قدمتيها لنا، إن شاء الله يكون الناس استفادت منها، لأنه فعلا دي الطريقة الصح في استخدام الباني واستخدام الطفل، إنه نمسكه بطريقة مضبوطة علشان ما نعمل له أي مشاكل. دكتور، إحنا يعني بعد ما شفنا التقرير سوا وعندنا مجموعة من الحاجات اللي هي بتساعدنا في عملية الاستحمام، يعني المنتجات اللي أصبحت منتشرة في السوق ممكن تخلي الواحد يسأل إنه يا طول أصلح من ناحية تكون صحية بالنسبة للطفل. يعني مثلا الشامبو بنلقى إنه أول الصابون العادي بيجي منه زي الشامبو اللي هو جل للاستخدام، هل هي لها علاقة بال يعني المادة الزيتية الموجودة فيها اللي هي بتعمل على ترطيب البشرة، ولا إحنا نراعي الطفل في عملية استعمالنا لبعض المنتجات خاصة لجلد الطفل علشان يخليه كمان صحي ويكون كويس ما يأثر معه أو يعمل له مشاكل؟ أيوة طبعا، إحنا قبل ما نخش في القصة دي بنشوف إنه يعني استحمام الطفل طبعا لابد أن يكون عنده قواعد، واحد من أهم القواعد إنه حالة الطفل ذاته، يعني الطفل يقول لك ما أفرض يكون جعان، يعني يكون داير يرضع يقوم يمشي يحمه، أو يكون شبعان أول مرة يرضعه طوال يحمه، لازم يدوه على أقل شيء نص ساعة وساعة بعد الإرضاع. بيتأثر في شنو إذا جعان أو شبعان في جعان في ما بيستمتع بالحمام، ويكون بيبكي، والحمام قلنا هو تواصل بين الأم وطفلها، وتعلم في بتنتهز الفرصة دي وتعلم الطفل حياة كثير جدا عن الكلام، وعاد ممكن تغني له، يعني الطفل لازم يكون هو زول يعني هابي. وبعض الناس يقوموا حتى في الباني ذاته يحط لك ألعاب كده معينة للأطفال عشان الطفل ذاته يكون عملية استحمام بالنسبة له ممتعة. إذا كان الطفل جعان مشكلة، لأنه ما حيقدر ولا هيلعب ولا هيلعب ولا هيستمتع بالحمام. أيوه. الثاني لو شبعان، يعني أول ما رضعوه طوال أخذته، لأنه أول ما ضعوه الحاجة ده بيحصل هضم والدم كله يمشي للمعدة، والطفل ناخذ طفل الحمام خلاص ممكن يحصل له هبوط. ممكن أيوة. تصل لكده. الثاني المفروض أصلا الطفل هو شبعان طوال أخذته، لازم يدوه فرصة بتاع ساعة كده لحد ما يحصل هضم للبن الموجود في بطنه. يعني ساعة تقريبا بعد الرضاعة ممكن عادي الطفل بعد الرضاعة بساعة أو نص ساعة بيكون أفضل إنه بعد الرضاعة مباشرة. فدي الحالتين يعني مهمات جدا جدا. صحيح. الحاجة الثانية الجو ذاته، يعني الجو المفروض يكون في غرفة ما فيها تيار بتاع هواء، لأن تيار هواء ممكن يجيب برودة للطفل وممكن يعمل له بعض المشاكل، عشان كده تتأكد إنه ما في مسار بتاع الهواء، تكون غرفة مغلقة وكده. الحاجة الثانية اللي هي مقفلين المكيف والمروحة، مقفلين المكيف والمراوح وكده. والأهم من ده كله لازم تحضر حاجاتها كلها قبل ما يستحم الطفل، يعني ما ممكن الطفل هو بيحموه دار تفتش تجيب البشكير، دار تفتش تجيب مثلا الصابون، دار تفتش تجيب شامبو، يعني لابد تكون حاجات محضرة عشان ما يستهوى يعني. أيوة يعني ما تقوم يعني عيبنا الأساسي مرات إحنا بعد نبدأ الحاجة بعدين نفتش
الحاجه الثانيه موجوده ولا موجوده. فالام التحضير الجيد بيخلي الحمام جيد، والتحضير السيء بيخلي الحمام سيء جدا. والحمام المفروض يكون معركه بين الام وطفلها، دي اهم حاجه يعني، اهم حاجه ما يكون معركه بين الطفل وامه يعني، والطفل وامها يعني، لابد يكون حاجه كده يعني تواصل جميل وتواصل حلو يعني، حتى الاطفال ذاته يكون الحمام بالنسبه لهم محبب. صحيح، لانه بيبقى معركه يبقى حاجه منفره وكده. لا طبعا معركه دي ما عايزينها خالص تكون بين الطفل وما اكيد. زي ما قلت لك في الاول انه المواد هي ممكن يكون لها علاقه بعد تيجي لاختيار نوع المواد. اختيار نوع المواد. أيوة. المواد طبعا الناس ممكن تستعمل حاجات كثيره، طبعا في الزيت للاطفال، ومرات في بعض الاطفال عنده حساسيه لبعض الزيوت، احنا يهتم جدا اذا كان احنا استعملنا زيت مره وبعد زيت طوال حصل يعني في الجلد في تغير لونه او بتتهيج، معناه في حساسيه للزيت ده، يعني ما كل الزيوت بتنفع في الاطفال بتنفع في الاطفال. لاجل الشامبو يا دكتور، يعني الشامبو بيقول لك دائما استعمال يكون خاص بالاطفال، في فرق ما بين الشامبو العادي وما بين الشامبو بتاع الاطفال؟ طبعا في فرق كبير جدا، هو دائما الزول العادي بيرات بيستعملوا شامبو مضاف له بعض الحاجات اللي هي قد تسبب حساسيات الاطفال، لانه بشره الاطفال او شعر الاطفال ما زي الناس الكبار يعني، عشان كده الاطفال الناس الكبار يتعود على نوع معين من الشامبو خلاص، لكن الطفل الوليد او الحديث الولاده الشامبو بيختلف مثلا من من من, من طفل لطفل، ولازم يكون حق اطفال في الاول، لانه بتاع الاطفال ما بيكون في روائح، ما بيكون في اضافات تعمل تهيج للشعر بتاع الاطفال. فالشامبو هو زيه زي الزيت، ممكن ينفع مع الطفل، بعض الاطفال ممكن ما ينفع، عشان كده الام لازم تجرب في الاول. نعرف كيف انه مثلا الشامبو ما نفع، لانه الشعر بيكون موجود في الراس. أيوة. فيعني بيعمل حساسيه، قشور، يعني الحاجات اللي احنا نقدر نعرف بانه والله الشامبو ده ما نافع مع الطفل شنو. طبعا في حساسيه بتاعت الشعر، هي بتصير في شكل بيسور في الشعر، والشعر ذاته يتغير ويتجعد، ويكون الطفل برضه بعد ذلك يحصل عقوله في الشعر. فدي كلها هي اسباب بتخلي انه الشامبو ما بيقدر يحك لك يا دكتور، نعرف كيف بيصهر في شكله. يعني قبل الحمام وبعد الحمام او بعد ساعه من الحمام بيكون في شكل الشعر مختلف، في بيسور قايمه في الشعر، وطق الطفل متضايق يعني زي الحراره كده نقدر زي الحراره بتاعت الاطفال، مرات بتحصل بعد الشامبو. فالشامبو اختياره برضه يعني، نحن نتكلم عن الزيت او الشامبو هم زي الاكل للاطفال، فلا بد الام تجرب في الاول يا ترى واحد بينفع مع الطفل، ولازم يكون خاص بالاطفال، بعد ذاك هي تبدا تستعمله. ممتاز. ما تقوم تستعمل حاجه ثانيه. الزيت انت قلت لي في الاول انه يعتبر كشيء، هو طبعا هو كويس بالنسبه للجلد، بيرطب الجلد وكذا، ممكن نستعمله لفروه الراس ولا ممكن يعمل مشاكل؟ هو طبعا بعض الزيوت لفروه الراس كويسه، مثلا زي زيت الزيتون كويس، في بعض الزيوت برضه بتهيج الراس، عشان كده برضه الزيوت الان بتستعمل السمسم طبعا منتشر عندنا في السوق. ايوه كتير. يعني ممكن الام تجرب، يعني كل الاشياء دي كلها بتتبني على تجربه الام في استعمالها للحاجه المعينه، اذا كان نفع تستمر فيه، ما نفع تجرب الحاجه غيره. الزيت العادي بتاع الجسم ده بتاع الاطفال، هل ممكن نستعمله برضه للفروه ولا الافضل انه يكون زيت طبيعي؟ لا، هو دائما الزيوت بتاعت الكبار فيها مشاكل. لا مش الكبار، هو زيت بتاع الاطفال العادي، زيت الاطفال الجسم. ايوه نستعمله للراس ممكن؟ ممكن تستعمل، ممكن دول يستعملوا للراس، يعني ممكن يستعمل الراس، لكن برضه مع مراعاه انه الام لازم تلاحظ اذا كان في تغيير او ما في تغيير في فروه الراس. انا سالتك لانه في بعض الامهات بيفتكروا بانه ممكن هو بيعمل عمليه زي التقشير البسيط كده، بيقول لك مثلا بيطلع الجلد الميت او شنو سخانه البطن اللي بتكون موجوده زمان ايام هو لسه جنين، فبيتخاف انه مثلا يعمل تساقط للشعر، يعني انه يقوم ينزل الشعر، فعشان كده حبيت اسالك بالنسبه للزيت الخاص للجلد او الجسم بتاع الاطفال. ايوه طبعا الزيوت في زيوت مثلا زي ما قلت لك، في زيوت تنفع في فروه الراس، بالعكس هي بتنظفها وبتجعل يعني الزيت دائما واحد من الاشياء اللي هي الشعر، يعني يقول لك احسن حاجه تنظفه بالزيت وتنظفه بالشامبو احسن من المويه العاديه، المويه العاديه هي ممكن تعمل النشاف وتعمل مشاكل زي دي. تمام، هتواصل معاكم، لسه عندنا بعض الامور اللي احنا هناخدها من نواحي صحيه بالنسبه للطفل بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا، اهلا بكم مره ثانيه، نتواصل معكم مشاهدينا في تنظيف الطفل وتحميمه بطريقه صحيه وامنه عليه وعلى جسمه. اهلا ومرحبا بك دكتور مره ثانيه. مرحبا. وصلنا طبعا احنا تكلمنا عن الزيت وتكلمنا عن الشامبو وفضلت البودره. البودره كيف بالنسبه للطفل؟ هي طبعا البودره هي ممكن تنفعنا، كيف برضه في بعض الدراسات ورت انه يعني البودره قد تقفل المسامات تحت الجلد، يعني مرات يجوا
يجي اطفال تلقى البامبرز وجسمه مليان كله بذره صح، وتلقى انه الطفل يعني بعد شويه تقوم له حساسيه، والطفل يعني الجلد عايز يتنفس زيه زي اي عضو يعني مرات بتخليه يتنفس، فانت لما تقفله بالبودره مرات في بعض الناس بالبودره بتعمل له حساسيه. ايوه بس الناس برضه تلاحظ. ايوه تفضل. انه بالتجربه هل البودره ممكن تعمل مشكله ولا لا، واحسن تجنبها لانه بعض الدراسات ورد انه هي قد تكون سبب لالتهاب الطفل وعدم تنفس الجلد بطريقه صح. فالناس تكون حذره في استعمال البودره للاطفال. عموما هو استخدامه في السودان تحديدا لانه الجو سخن، وانت عارف بعض الاطفال بيقوم لهم حراره في الظهر يعني مكان ما بيرقدوا اكثر حاجه، او حتى بالنسبه في المكان الحفاظ يعني. طب يبدلوها بشنو علشان ما يحصل تسلخات؟ بالنسبه لي تجي لانه الحتات دائما الملايين بسموها الملايين، حتات في الاباطين وفي الرقبه وفي الفخذ، لانها الام مرات بتحمل الطفل وتخلي الحته دي لينه. لما تخليها لينه هي قلنا اي حته لينه بتكون عرضه انه الميكروب يكون فيها والفطريات يكون فيها ويبدا بعدك التسلخ. فنحن ما ممكن ننتظر لحد ما يجي حكايه التسلخ ونعمل الحاجات الغلط عشان بعد شويه نشوف عليا كيف. احنا حتى ما بنستناها تجي، هي بتجي لنفسها من السخانه يا دكتور. يعني احنا من اول ما يتولد بتولد في حر السخانه، لكن برضه بيعتمد على طريقه تنشيفه. أيوة. وطريقه نظافته، والقصه دي بسهوله جدا. يعني عندي يعني كم اطفال ما بيستعملوا نهائي البودره دي. واطفال اصحاء وكويسين ما حصل اي تسلخات. ممكن نستعمل اذا حصل تسلخ نستعمل افضل اللوشن الكريم العادي بيزيله. احسن اللوشن للجلد طبعا لانه بي 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 بيحسن الجلد وبيدي عنايه كويسه للجلد وبيخلي الجلد ما جاف. يعني احسن من انه تدخل البودره وتقفل المسامات. المسامات تمام. هو افضل يعني في ناس بيستخدموا مثلا بعد الاستحمام مباشره حتى الجلد بيكون شويه مرطب يعني مش ناشف 100% الزيت، وبعد كده بيعملوا الكريم. ممكن تكون فيها نوع من التعرق الزياده بالنسبه للطفل، ولا افضل نستعمل واحد من الاثنين بس؟ احسن افضل استعمل واحد من الاثنين. واحد من الاثنين. عندنا بالنسبه للبانيو بتاع الاستخدام للطفل، بنلاحظ انه بعد ما مثلا اخذ اسبوع او اسبوعين بتبدا في زي الحاجه كده بتبقى في الحواف اللي هي مكان المويه، فداير اعرف اللي هو كيف يكون البانيو ده صحي وكويس. ما اعرف هل بتعقيم معين او شنو علشان نضمن انه يكون كويس للطفل ما يسبب له اي مشاكل. ايوه كلام مهم. طبعا البانيو بتاع الاطفال لازم يكون بانيو بتاع اطفال عنده مقعد للراس وفيه المويه لازم تكون بكميه معينه. يعني من الناس ما تملى البانيو ولا تخوته لحد النص. لازم اقل اكثر يعني اكثر حاجه يكون 3 بوصات بس. ايوه 3 بوصات يعني بمويه خفيفه، واحسن المويه تتسكب بابريق او بجك او بكوبايه في جسم الطفل. احسن من ان تكون مويه تكون قاعده يعني موجوده نقعده في المويه طوالي. أيوة. واول الحمام ما ينتهي عشان ما يصير الزيق او يصير الحاجه دي، ده بيجي انه المويه بتكون قاعده فتره طويله جدا. فبالتالي اول ما الطفل خلاص حميناه ونشفناه، واهم حاجه التنشيف في الاطفال. كويس، فلا بد انه يتغسل ويتعرض لانه ينشف. لانه خلاه لين او خليناه مثلا فيه المويه بتاعت الحمام فتره طويله بيصير الزيق وبيصير النظافه دي. فالغسيل والتجفيف ده هو اهم حاجه في نظافه بتاعت الحوض. هل في داعي انه نعقبه مويه سخنه مثلا ولا كده في حاله انه هو المويه لازم تكون مويه مغليه تخليها تنشف، ولازم نقيس حراره المويه. في بعض الناس عشان ما يعني مهم جدا انه لو ما في ميزان تاع حراره، طبعا المفروض تكون درجه حراره 36 نفس درجه الناي، انه بالكوع بتاع النايم لانه حساس جدا ممكن نقيس الحراره بتاعت المويه قبل ما يخط الطفل. وده بيوريك انه الحراره دي هل فعلا حراره مناسبه ولا لا. بالنسبه للنظافه ممكن ننظفها عادي بالليفه والصابون وكده، لكن اهم حاجه يتغسل ويتنشف. احنا نتمنى ان شاء الله انه الحياه كلها تكون جنتل وتكون فيها نوع من اضفاء الراحه والاطمئنان من بعد الاستحمام. بنقول لكل الاطفال نعيما. شكرا لك يا دكتور ونشكر حضورك. شكرا جزيلا. نتواصل معكم بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا. اهلا مرحبا بكم مره ثانيه مشاهدينا، نتواصل معاكم في بيت الهنا وفقرتنا القادمه برضه في الطفل وصحه الطفل. هنقدم لكم نصيحه من دكتور محمد بابكر، تعالوا نشوف هيقول شنو. تفضلوا اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فقره جديده من فقرات برنامجنا عن طب الاطفال. حيكون كلامنا اليوم عن المنزل الامن بالنسبه للطفل. والمنزل الآمن بالنسبة للطفل يعني حرية الحركة في داخل المنزل بالنسبة للطفل،
يعني عدم تعرض الطفل لأي حوادث في داخل المنزل، ولا عدم وجود أشياء ضارة في متناول الأيدي بالنسبة للأطفال، ودي ممكن تسبب لنا حوادث كثيرة. من أهم الأشياء اللي احنا بنتكلم عنها، واحد من هذه الأشياء وجود مثلا السلم في داخل البيت، وده لازم يكون فيه حماية كافية بالنسبة للسلم، ولازم حتى الدرجات بتاعت السلم تكون فيها حماية بالنسبة للطفل عشان ما يحصل له أي حادث. من الأشياء الكثيرة اللي بنشوفها نحن حتى في المستشفيات إنه وجود بعض الخرز أو الأشياء الصغيرة خالص، وبتكون يعني موجودة في البيت، ودي بتلقى الطفل يشيلها، ممكن يدخلها في أنفه أو يدخلها مثلا في أذانه، ودي برضها ممكن تعمل لنا التهابات وتعمل لنا مشاكل كثيرة، أو حتى مرات ممكن يبلعها. من الحاجات المهمة جدا اللي هي كمان وجود حاجات زجاجية كويس في متناول الطفل، واللي هو يدوب كويس بتلمس طريقه في المشي أو في الحبو، وتلقى بعد ذاك الحاجة تقع تتكسر وتكون يتعرض الطفل لبعض المخاطر. أحيانا كثيرة برضو بيكون الدبابيس بالذات اللي هي طبعا بطريقة عفوية ما مقصودة، اللي هي ممكن تكون بنعملها مثلا في الطرحة أو في التوب كويس، أو بنستعمل الدبابيس لأشياء يعني متعددة، تلقاها برضه موجودة في الترابيز أو المقص مثلا أو سكين. كل الأشياء دي لما تكون موجودة قريبة من الطفل ممكن تعرضه لبعض الحوادث. مرات كثيرة جدا اللي هي نحن يعني ممكن نتكلم عن برضه بعض الكيماويات، وديها برضه بنستعملها بصورة يعني منتظمة، مثلا زي الشامبو في بعض الأحيان، أو مثلا بعض المنظفات كويس، والصابون كويس أو الديتول. كل الحاجات دي لما تكون متواجدة في متناول الأطفال ممكن الطفل يشربها كويس ويعرض نفسه لمخاطر كثيرة جدا. ومن أكثر الأشياء برضو لاحظناها إنه حتى كوباية العصير أو القزازة بتاعت العصير يجوا يخطوا فيها مثلا جاز، ولا يخطوا فيها سينر بتاع البوهية، ويجي الطفل قايلة برضه هي زجاجة بتاع العصير ويشربها، ويلقى نفسه تسمم بحاجة كويس كان ممكن نتفاداها. برضو كثير جدا من الأحيان نلقى برضو أخواتنا في البيت اللي هو في الحنة، بيكون جنبهم الحنة مرات ممكن يكون فيها صبغة، ودي برضه ممكن تأثر على صحة الطفل. أفتكر من الحاجات المهمة جدا إنه نحن نقي أطفالنا من هذه الأشياء اللي هي ممكن تكون ضارة جدا بالطفل، بأنه نضع كل حاجة في مكان السليم. وبالذات كمان لما نتكلم عن الأدوية، الأدوية لازم تكون عندها صيدلية خاصة في البيت، وتوضع فيها الأدوية في رفوف وبصورة يعني تكون آمنة بالنسبة للطفل، عشان ما يقدر يتناول أشياء ممكن تضره. إحنا كلامنا عن المنزل الآمن ممكن يكون فيه أشياء كثيرة جدا ما تطرقنا لها، لكن دي هي الأشياء الأكثر حدوثا، ونتمنى إنه إحنا نقدر نتفاداها في المنزل، ونخط أشياءنا بصورة تقدر تقينا من حوادث كثيرة. وشكرا جزيلا، ونرجع تاني للاستوديو. شكرا لك دكتور محمد، نتمنى لك ان شاء الله التوفيق، ونتمنى انه نصيحتك تؤخذ بعين الاعتبار لكثير من الامهات. عموما حلقتنا كانت مليانه بالنصائح والارشادات، نتمنى انكم دائما تستفيدوا، وصحه الطفل ونظافته والاعتناء ببشرته مساله هامه جدا، ونتمنى ان شاء الله انه يديم الصحه والعافيه بالنسبه له وليكم. هنا تشروق التي في، ايميلنا نتواصل به معكم. بكره ان شاء الله لنا مواعيد جديده، ودعناكم الله.